شحاطة تكرم يا روحي يا خي محل. يلا يا رب قول يا رب يا رب يلا بيوم باي. عمرها ساعتين وعايشت معنا عيلي وحدي، الا انه هي مدلله زياده عن الاولاد. وحتى انا قلت له لعيالي ولاولادي اذا فجمتت البنت بتورس. هدف منع الاتجار بهذا الأطفال موجود، منظمات شريكي كذلك الأمر موجود، كلاستر الحماية اللي هو بيتابع معنا أول بالأول بكل حالة من الحالات ليعرف كيف عم نعمل تقييم للرعاية البديلة وكيف عم نضم الطفل للأسرة الحديثة اللي عم تهتم بالطفل لضمان عدم وجود اتجار بالأطفال أو بيع الأطفال أو تعرضهم لأي نوع من أنواع المخاطر.